انا قلت ندردش في العربيه على رواقه بدل ما اطلع واعمل لك شوشره في شغلك الجديد. حضرتك تنور اي مكان. خير ان شاء الله. ايه اللي خلاك تاخده معاك البلد؟ هو مين زياد؟ بلاش بقى الاسئله دي. ولا انت فاضي وما وراكش حاجه فوق عند راشد؟ ازاي؟ ده حتى القضايا ما بتخلص. خلاص يبقى خلينا نتكلم بشكل مباشر ومؤثر. لو حضرتك تقصد مهام، هو كان عدى عليا من فتره قال انه عايز يزور ناس قريبنا في البلد، فصدفة انه كان في واجب عايز 15 لا لا 40 واحد في البلد فخدت معه. طب هو ايه اللي خلاه يروح البلد؟ يعني انا معلوماتي انه ما راحش من هو عيل صغير. والله العيل مع عبد الله سعد. يعني انت ما استغربتش؟ الحاج قال استغربت، بس رجعت قلت لنفسي ما هي راجل صعيد ولاحت مني انه لو شرق ولا غرب دايما ده يحل الجزور عايب دمي يا ساتر. غريبه قوي، مع ان في ناس قرايبكم في البلد بيقولوا ان انتوا ما رحتوش ال 40 يومها. حضرتك المناسبات دي في البلد عندي لا بتطول، ما استحب تعمل الواجب. يعني الجايزه اللي سالتهم جم بعد ما احنا مشينا او قبل ما اروح. طب وبعد ما رجعتوا ما تواصلتوش خالص مع بعض؟ لا ما اظن. ما تواصلنا. يعني انا لو بصيت في تليفونك دلوقتي مش هلاقيه مكلمك امبارح مثلا؟ رغم يعني انه مش قانوني، بس اتفضل حضرتك دور زي ما تحب. لا خلاص، عموما انا وقت اللزوم يعني بدور في تفريغات المكالمات نفسها. وعلى ايه كل ده يا باشا؟ وانتوا ناويين توجهوا لي اتهام عشان لاقي بالصدفه واحد جاي لي متهم؟ لا، بس عشان بالصدفه كدت علاقتك مع قريبك اول ما اشتغلت عند راشد، اللي بالصدفه شغال على القضيه اللي قريبك متهم فيها، واللي كمان بالصدفه خلاك انت كمان تشتغل عليها. يعني مش شايف انها صدف كتير شويه يا متر؟ مفيش صدف ولا حاجه فعلا. انا بقالي فتره نفسي اشتغل عند استاذ راشد، وربنا ما اذنش غير دلوقتي، لان انا لسه جديد مش هلاقي القضايا اللي هشتغل فيها. طب وخلاك انت بالذات تشتغل القضيه دي؟ سيادتك دي قضيه كبيره، اكبر قضيه عندنا في المكتب، يعني ربع المكتب شغال عليها مش انا لوحدي. طب وهيبقى ايه راي قريبك لما يعرف ان انت شغال مع محامي الخصم؟ حضرتك بتبالغ شويه في العشان اللي بيننا بالله. انا شغلي في القضيه مجرد خطوات اجرائيه اي حد ممكن يقوم بيها، حاجه مش مؤثره يعني مش مصدر القضيه. انت عارف يا متر، ساعات كده لما يبقى في مصلحه مشتركه بين اطراف متخاصمه بيظهر شخص كده عايز يحط كل رجل عند طرف من الاطراف دي، يعني على امل ان هو يلم المصالح دي كلها بين ايديه. بس المشكله ان اللعبه دي بتبقى خطر جدا، ممكن يلاقي نفسه متورط مع كل الاطراف ويلاقي نفسه كمان هو اللي بيدفع المشاريع، صح؟ كلام مظبوط سيادتك، رغم يعني انه مش فاهم هو ايه علاقته بدردشتني دي، لان كمان للاسف مضطر احرم نفسي منيها. ده تاني اسبوع ليا في الشغل ومش عايز يفشوني وانا مزوق. لا طبعا يا متر، بالتوفيق. اتفضل. كمال، انت معاك نمرتي، لو ماهر تواصل معاك او عرفت عنه اي حاجه بلغني على طول. اتفقنا؟ ان شاء الله سيادتك.